بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف الاريا. عشان نعمل اريا بنضغط في اركيتكشر تاب من اركيتكشر تاب في روم ان اريا بانل، نختار اريا. واول حاجة بعملها بعمل اريا بلان. الاريا بلان هي عبارة عن مسقط افقي، وهو بيكون مسقط افقي فقط مخصص لعرض المساحات. فبضغط اريا بلان وتفتح معاي النيو اريا بلان دايلوج بوكس. اول حاجة لازم احدد التايب بتاع البلان. عندي الجروس بيلدينج وعندي الرنتبل. الجروس بيلدينج يعني هي كل المساحة بتاعت المبنى. الرنتبل هي المساحة بتاعت المبنى بس مخصوم منها المساحة بتاعت الحوائط الخارجية. فاختار رنتبل واحدد الطابق اللي انا داير اعمل له اريا بلان، مثلا جراوند فلور، واضغط اوكي. بنلاحظ طوالي ظهر معانا ان الاريا بلان، وعشان افتح الاريا بلان بيكون موجود في البروجكت براوزر في اريا بلان، شايفين رنتبل، بختار الاريا بلان اللي انا عملته. طيب عشان احدد مساحة المبنى فبختار في اريا بلان، بختار اريا وبمشي للمبنى وبضغط داخله كليك. بنلاحظ طوالي اتعمل معاي الاريا بلان اللي هي 312 متر مربع، دي الاريا بتاعت المشروع الارض كلها. يعني ليه هو عموما كذا؟ ليه ما حسب لي ان المبنى بس؟ هو بقوم بيشوف الحوائط الخارجية وبيعمل عليها الاريا بلان، المساحة بتاعت المبنى. فبشوف اخر حائط وبيعمل عليه، دي حسة اخر حائط. طيب في الحالة دي انا هضطر اعمل اريا باوندري عشان احدد الحوائط دي. فبختار اريا باوندري وهارسم وهحدد الحدود بتاعت المبنى. وهمسح الخطوط الزايدة، خطوط الاريا بلان ترسمت اوتوماتيك، بس هخلي الخطوط اللي انا عملتها دي. وهجي اعمل اريا، اختار اريا هنا وبختار اريا هنا. بنلاحظ بعد اذن الله بس مساحة المبنى بس في كم اريا متداخلة، مساحة 150 متر مربع. طيب لو مسحت التاج بدي اضيف تاج جديدة. عشان اعمل تاج بضغط تاج اريا وبمشي للاريا اللي انا داير اعمل لها اريا بلان، واضغط فيها